بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. غير الشهيد، أنا عرفت إن أنتوا كنتوا ثلاثة، يعني الشهيد وحضرتك الحاج جنيدي عبد المجد أبو المجد الجنيدي، الجنيدي أبو المجد الجنيدي، وشقيق حضرتك المحمدي أبو المجد الجنيدي، يعني كنتوا ثلاثة بتخدموا الوطن. بتخدموا الوطن، ورغم إن كان ليا أخ صغير، كان لسه في الابتدائية، وكان ليا أخ من أبويا كبير، هو اللي خلانا ما عرفناش نعمل واحد يعمل تأجيل. ده شرف لنا كلنا وشرف. ورغم ذلك أبويا كان راجل كبير وكان شغال في الأرض، وكل أي واحد مننا إحنا الثلاثة بنزل كان بيساعده في الأرض، وربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الأرض بدل ما كانت بتجيب 6 قناطير الفدان في الأيام دي كان بيجيب 10. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ورغم إن كان والد راجل كبير وتعبان، وكان ربنا حط البركة، لأن علم يعلم ذاته وقدرته سبحانه وتعالى إن ما فيش رجالة تقف في البيت تقدر تعاون الحاج الكبير. والحمد لله والشكر لله، الستات كانت مراتي ومرات أخويا، وكانوا بيشتغلوا في الأرض وكانوا مع الحاج، وربنا رضانا والحمد لله. الحمد لله. ونتنصرنا والحمد لله، وطلعنا الحمد لله مقبولين الخاطر، وكل ده في سبيل مصر وفي سبيل الكرامه والعزه اللي احنا شفناها بعد النصر. الحمد لله. الحمد لله. واشكر ربنا واحمد ربنا واشكر فضله على ما اعطاني وعلى ما هدانا وعلى ما الانسان فيه. والانسان كل ما بتذكر هذه الايام بيرجع بالذكريات 46 سنه، ونحن بيتذكر رغم مرارتها واسودتها واللي شفناها، لكنها سعداء بيها. بالنصر، ايام جميله على بعد النصر. بعد النصر والحمد لله والشكر لله. الواحد يعني بيفتكر لما جينا نزلنا اجازه بعد ما تفض الشباك الاول والشباك الثاني، وجينا نزلنا ما بنسيني دي بقى، كانت حاجه لها الحمد لله في قلوب الانسان، لها ذكرى عزيزه عند الانسان، ونحمد الله ونشكر فضله على ذلك. وربنا يدينا بس الصحة والعافية يا رب، لأن الحمد لله أنا أصبحت بقى من التعب والشغل أصبت بجلطة في القلب بعد الشر، وقعدت في العناية المركزة 23 يوم وأنا بعاني، وباخد علاج على نفقة الدولة وما بعملش أي حاجة. أنا هستأذن سيادتك، لقد تركت أثرا عظيما في نفسي لأخلاقك الفاضلة وإخلاصك لبلدك. يعني أنتوا ثلاثة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بفضل الله ثلاثة أشقاء في خدمة الوطن. التجنيد كما نعلم أيامها شبه مجاني، يعني احنا تجنيد إجباري ومجاني. أيوة الحمد لله، يعني ما لا نتقاضى أي أجر، احنا قضينا الخدمة كلها، فالحمد لله. ورغم ذلك أنت سعيد وراضي، فهذا ترك أثرا في نفسك، يعني أنت راضي أن أنتوا ثلاثة منكم واحد شهيد، وراضي بالأوضاع، وتقول الحمد لله أن مصر انتصرت. الحمد لله. وتقول أن مصر انتصرت وتحيا مصر. تحيا مصر. فالحمد لله. حضرتك الحاج جنيدي أبو المجد، شقيق حضرتك المحمد أبو المجد الجنيدي، واسم الشهيد الشهيد عبد التواب أبو المجد الجنيدي رحمة الله عليه وعلى كل شهداء الوطن. سورة شهادة أو الاستشهاد، شهادة الاستشهاد. أغلى الرجال هم شهداء الوطن الذين قدموا حياتهم من أجل مصر. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه ومنارة عالية تشع بضياءها على العالمين. سيادتك في أي حاجة تحب تقولها؟ والله أنا كل اللي أقوله إن نحمد الله ونشكر فضله على إنه نصر مصر، وإن والحمد لله والشكر لله على ذلك. والله ربنا ناصرنا ونصر المسلمين، لأن هو ده وعد الله سبحانه وتعالى، وكان حق علينا نصر المؤمنين، وإحنا الحمد لله شعب مؤمن وعارفين ربنا. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يوفقني ويوفق مصر يا رب، الصالحين في مصر إن شاء الله، وفق كل إنسان في مصر طيب وكل إنسان مخلص، ربنا يوفقه في كل عمله يا رب. الحمد لله. جاءت حرب أكتوبر الحمد لله جاءت حرب أكتوبر بالنصر المبين، ومعها مفاجأة إضافية اللي احنا يعني الحبال اللي عدينا بيها، المراكب المطاطية اللي كان شقيق حضرتك في سلاح المهندسين، وإزالة الساتر الترابي بمضخات مياه عادية جداً،
فاحنا عبرنا باسلحه بسيطه، يعني حاربنا باسلحه دفاعيه الحمد لله والشكر يعني لله. كان عندنا عندهم هم اسلحه متطوره جدا، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى الاول وربنا اللي نصر، قال وكان حق علينا نصر، نصرنا عليهم بفضله والحمد لله رب العالمين، ونشكر ربنا ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحمد فضله على ما اعطانا وعلى ما انعم علينا به من نصر المبين ان شاء الله. واقسم بالله عليكم ورحمه واقسم بالله ننحني احتراما لحضرتك لان انتوا الاسره قدمت ثلاثه من الرجال شهيد، واثنين شاركوا بكل جهودهم، والشهيد استشهد على الجبهة، استشهد على وهو يزيل الساتر الترابي، فرحمة الله على الشهيد، وربنا يطيل لعمر حضرتك ويحفظك ويحفظ مصر يا رب. شكرا، شكرا، السلام عليكم.